صباح الخير جابي ابو سليمان، انا جراح باوبيتال سان شارل بالحازميه، جراحه عامه. بمثل هون الجمعيه اللبنانيه للجراحه العامه. كثير انبسطت انه ما كنت بصراحه ما كنت عارف انه في هالحمله اللي بقوموا فيها جمعيه سعيد. انا بعرف على الماموغرافيه، بتبع دائما حملات الماموغرافيه، واليوم اكتشفت انه في جمعيه سعيد عم تعمل حمله للتوعيه والكشف المبكر لسرطان الكولون، وانه 7 سنين على الارض. شو اهميه بالنسبه لنا نحن كجراحين، اهميه الكشف المبكر والتوعيه، اهم شيء التوعيه للناس للكشف المبكر عن سرطان الكولون، لانه سرطان الكولون مثل ما بنعرف هو بشكل 3% من السرطانات الموجوده عند البشر، يعني هو بيحتل المرتبه الثالثه بالسرطانات، وهو ثاني سبب للموت بالسرطان من بعد اللانكس الرواية. دونك مهم كثير انه نكشفه بكير حتى نخفف من وطئته، ان كان على المريض او كان على المجتمع، لانه كمان بكلف كثير الامراض. بس انكشف عنا مرض الكولون، يعني في علاجات كثير مهمه بتكلف الدوله وبتكلف المجتمع. كشفه طريقه مقبوله كثير وهينه، واذا تم كشفه بكير بصح المريض، صار في امكانيات للعلاج بتخلي المريض يصح. العلاج منه جراحي بس، اكيد العلاج ملتي ديسيبلينير، هو يعني بين جراح وبين الأونكولوج وبين راديو ثيرابوت. دونك هو علاج بتحملوه ثلاثة جراحين والراديو ثيرابوت والأونكولوج، والنتيجة منه إذا كشفناه بكير أكيد بصحوا العالم وبعيشوا أكثر. دونك كيف طريقة ليش أمتى لازم نعمله؟ نحن بالجراحة ننصح كل واحد عمره فوق 45 سنة يعمل كولونوسكوبي مرة كل 10 سنين. بس إذا كان عنده حدا بالعائلة عنده أمراض بالكولون، ساعتها ننصحه يعملها أكثر من 10 سنين، أقل من 10 سنين، على 5 سنين أو أقل. فاكتور الهيريديتري فاكتور، العائلة كتير مهم، يعني كل واحد عنده بالعائلة حدا عنده أمراض بالكولون لازم يكون متابعة بشكل جيد وقريب حتى يقدر يكشفوها بكير. كل واحد عنده خبرية كمان بالعائلة أو هو عنده بوليبس بقلب الكولون كمان لازم على طول يكون متابعة، لأنه مثل برجع بأكد أنه أول ما بنلاقيه بأول الطريق بصحة المريض نهائيا بجراحة وأوقات بلا علاج كيميائي. كمان المهم كتير أنه الواحد يكون مثل ما قالت هلا المدام هنا، أنه يكون متبع حياة سليمة، إن كان بطريقة الأكل، يعني في أنواع بيقولوا اللحم، مش بيقولوا أكيد اللحم الأحمر كترته يعني بتسبب السموكينج، بيسبب كترة الكحول بتسبب الكانسير دو كولون، وقلة الحركة كمان بتساعد على الكانسير دو كولون. من هيك بنطلب من الناس إنه ترجع تقوم بهالأشياء هو تنتبه لها، وكل واحد بيصير عنده بحس إنه في تغير بعاداته بالخروج، يعني مثلاً بيصير يكون عنده أوقات دياري أوقات كونستيباسيون، لازم كمان يراجع طبيبه، لأنه هيدي واحدة من الأشياء. كل واحد بيخرج دم بتصير عنده دم، لازم يراجع الطبيب. ما ننطر للآخر نقول لا بعدين لحين. الفحوصات اللي بتخلينا نعمل إنه في عنا كانسير ولا لا، هي الفت اللي عم تحكي عنها المدام كمان هنا هلا، هي أحسن أسرع وحدة وأجدد وحدة اللي بتكشف إذا في دم بالخروج، حتى لو ما كان مبين ميكروسكوبيك ما بتبين إذا في دم، بس يكون في عنا دم ضروري نعمل كولونو. وحدة من فإذا هي الفت لازم نعملها كل سنة مرة، كل واحد بيقطع على 45 سنة لازم يعمل الفت بالسنة مرة، ومرة واحدة طلعت بوزيتيف لازم يعمل كولونوسكوبي، والكولونوسكوبي ضرورية لكل واحد فوق 45 سنة كل 10 سنين، إلا إذا كان عنده حدا بالعائلة كل 5 سنين. بقى بتأمل هالحملة تلاقي تجاوب بكل الناس وتكون مفيدة.